احترام الجندي مهم، واحترام الضابط الصغير مهم وفق السياقات العسكرية. لا يجوز أن نهين أو نتجاوز على المقاتل بحجة ما. عندنا قانون، المقاتل الذي يرتكب مخالفة يحاسب وفق القانون. إخواني الأعزاء، أنا أفتخر وأعتز بهذه القيادة. هذه القيادة قاتلت معي على مدار 4 سنوات في كل معارك التحرير، وكان السيد نائب القائد هو المسؤول عن إدارة موارد طيران الجيش، وأيضا مشكور السيد قائد طيران الجيش الفريق أول الركن حامد المالكي، كان الداعم والساند لنا في معارك التحرير، ومشكور لأنه هو من بنى هذه القيادة، وأخوه لواء الركن سيمين إن شاء الله راح يكمل البناء. كنتم خير عون لقائدكم، وأنا على يقين راح تكون خير عون للقائد الجديد. وأيضا أريد نفس الهمة بل أكثر في بناء طيران الجيش وإكمال متطلباته للمرحلة المقبلة، ولهذا لن أتردد لحظة أن أكون الداعم والساند لأبطال طيران الجيش، ابتداء من الجنود اللي موجودين على الأرض إلى الطيارين الأبطال النشامة اللي ما يكوا طيارين مثلهم، أنا أتوقع في كل بلدان العالم على الشجاعة اللي ملكوها. لديهم جرأة وشجاعة تفوق الوصف، وهم ضباط صغار برتب صغير. سأكون داعم لقيادتكم، لقائدكم، لكل اللي موجودين. أي واحد من عندكم عنده مشكلة أنا راح أكون موجود.